إكسبريس إف إم تزيد في القيمة. الرسالة اللي حبينا نوجهها للشعب التونسي بمناسبة انعقاد المدد الاجتماعي العالمي اللي باش يكون فرصة لكل القوى، معناها المعارضة للاستغلال والمعارضة لنهب معناها الشعوب باش ترفع صوتها في وجه الدول والمؤسسات الرأسمالية الكبرى في العالم اللي قاعدة تمارس فيها النهب هذا وفي هذا الاستغلال. احنا حبينا ننبه التوانسة لقضية منها المديونية. بن علي خلى بلادنا مدينة برشا، والديون هذه في غالبيتها ما مشاتش لفايدة المصلحة العامة، مشات لفايدة الشعب التونسي، وانا مشات كما نقولوا كما نحن نقولوا في تونس مشات في جوب معناها الصحاح. وانا اليوم الشعب التونسي من حقه وانه باش يطالب بتعليق المديونية هذه او بالغاء هذه المديونية، يطالب بالتدقيق في الفلوس هذه. انا الفلوس مشات لمصلحة عامة، وانا الفلوس اللي مشات في الجوب معناها الصحاح واللي الشعب التونسي من حقه باش معناها ما يدفعهاش. الشعب التونسي اليوم كيعلق المديونية، الفلوس اللي كان مش تدفع للمديونية هذية من شأنها وانها تمشي للمشاريع اللي باش تشغل البطالة، المشاريع اللي باش تنمي الجهات معناها المهمشة والمفقرة، وكذلك باش ترفع من مستوى المعيشة نتاع الشعب التونسي باش تمشي للصحة باش تمشي للتعليم. انا نعطيك رقم واحد، السنة تونس باش تدفع 4280 مليار مليم كخدمة دين، والحال وان الفلوس المخصصة للتنمية ما تفوتش 5200 او 5300 مليار معناها مليم. بعبارة اخرى محسوبة خدمة الدين تقريبا هي نفس الفلوس المخصصة لمعناها التنمية. الشعب التونسي محتاج للفلوس هذه، وراو هذا حق من حقوقنا. وتم بلدان اخرى اللي اخذت الخطوة هذه وربحت شعبها وربحت التطور معناها بلادها. وفي كل الحالات نحن نحب نقول للشعب التونسي راهو تعليق المديونية او الغاء المديونية ما هواشي اخطر على تونس واخطر على الشعب التونسي من مواصلة التداين ومن مواصلة دفع المديونية. حسب الارقام في الربع القرن الاخير تونس دفعت كخدمة مديونية 48 مليار دينار. وقديش خذت 41 مليار دينار بركة، معناها ثم فارق ب 7 مليار معناها دينار اللي تونس اعطته زايد على الفلوس اللي خذتها. هذا يوري وانها المديونية راهي لا تنمي البلاد ولا تحسن الحالة معناها نتاع الحالة نتاع الشعب التونسي، بل بالعكس الصندوق النقد الدولي وقت يجي يعطيك منها قروض عنده شروط معناها واضحة، نقص من الخدامة، زيد عكر الظروف نتاع منها الشغل، نقص كذلك نحي صندوق التعويض، بعبارة أخرى زيد في الأسعار، ثم كذلك نقص من نفقات الدولة في الصحة، نقص من نفقات الدولة في التعليم، نقص من النفقات في معناها التقاعد. بعبارة أخرى يحكموا على البلاد بالتخلف بالمزيد معناها من التبعية، ويحكموا على الشعب بمزيد فقر. هو الشعب التونسي ثار على شكون وثار على شنو؟ هو ثار ضد من جملة مثار ضد دكتاتورية المديونية ودكتاتورية المؤسسات اللي تسلفك باش تستعبدك. من جهة أخرى تم إلغاء مشروع قانون حول التدقيق في المديونية، خلينا نعرف موقفك من الإلغاء. تم مجموعة من أعضاء المجلس الوطني التأسيسي قدموا مشروع نتاع قانون من أجل التدقيق في المديونية باش نشوفوا أنهي الفلوس اللي مشات للمصلحة العامة وأنهي الفلوس اللي مشات في جوب الصحاح. نحن نعرفوا اللي بن علي ثروته كبيرة برشا، والثروة هذه منين جاية؟ جاية من جملة ما هي جاية من تلاعبك المشاريع اللي صارت وماك العمولات. ولكن وزير المالية بشرنا في المدة الأخرى اللي مشروع نتاع القانون هذاك يسحب. بعبارة أخرى باش يواصلوا يخليوا المسألة المديونية الفاحشة هذية غامضة، والتوانسة ما يعرفوش أنهي الفلوس اللي مشات لصالحهم وأنهي الفلوس اللي مشات للجيوب معناها تاع الصحاح، والشعب التونسي يواصل يدفع من دمه ومن جلده الفلوس اللي مشات للجيوب الصحاح. وهل باش تقدموا للترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة؟ هذه الجبهة الشعبية ما زالت ما ناقشتش المسألة هذه، ثم مقترحات ونحن اليوم المركزين عليه هو البرنامج نتاع الجبهة الشعبية، لأنه اللي يهمنا هو البرنامج قبل الأشخاص. وعلى كل حال لكل حادث حديث، الجبهة الشعبية مقرر باش يكون عندها مرشح للرئاسية ومقرر باش يكون عندها قائماتها المستقلة في التشريعية.